اليوم عندنا مطعم لكن مختلف، مطعم سكيل بالأكلات الصحية. حي العليا في الخبر، هذا واحد مستهلك، مطعم نارنج، هذا سوق الخضار. هنا عندنا مطعم سكيل للوجبات الصحية، 15% خصم على كل المنيو إلى يوم السبت القادم. بالنسبة لاشتراكات الشهرية في بعد على خصم 15%. نعطيكم نموذج اشتراك مدة 20 يوم، كل يوم وجبتين، بعد خصم 731 ريال. هذه أصناف نظام الكيتو. صورة الخصم والتفاصيل في السناب الجاي اللي حاب يستفسر على الواتساب، ونكمل بعدها. بالنسبة للاشتراك الشهري، أنت تطلب وجبتين، ثلاث وجبات حسب احتياجك. أطعمة لذيذة. تعال نوصل كيتو أنا وياك، شو رأيك؟ خلاص أنا عزمت من أمس واليوم بشترك أنا وياك كيتو. كيتو كيتو، هذه لازانيا، لازانيا لحم والقاعدة مش مسقع الحلال، لازانيا لحم والقاعدة باذنجان. أنت تسميها لا مسقع، شي رجع لك. هذه زهرة بالدجاج، هذا أحد أنواع السلطات اللي عندهم، زي ما هو واضح جرجير، فراولة، جبن. الصوص لازم ترجون العلبة بالطريقة هذه، ترجونها رجا جيدا. المون سويت شلي ورز بالشبندر مع الخضار بالبخار، وهذا أحد الأصناف الأكثر طبعا. تاد هذا بعض أنواع السلطات عندهم، سيزر سلط، عندهم سلطة الجزير والفتوش، سلطة خضراء وسلطة مشفى. خلنا ندوق يا محمد. بس هذا سمك السلمون مع الرز بالشمندر، رز برياني مع دجاج المسالة، الدجاج المكرونة، الباستا بالدجاج، دجاج مع رز الزعفران، داود باشا، هذا الدجاج المشروم مع رز أبيض. طبعا طلبات محلية فتحين من الساعة 12 الظهر إلى 12 الليل، أما اشتراكات الشهرية فعلى الواتساب اللي يبغى يستفسر ويشوف البرنامج اللي يناسبه، شهر شهرين، وجبتين في اليوم أو ثلاث وجبات. الواتساب لو تلفون الشاشة تخشون عليهم بشكل مباشر. نائب الشرقية مع سعد الدوسري.